سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. كما وعدناكم عم يزيد يزور مدن الوطن، هذه المرة سيحط الرحال بمدينة تبسة، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات، يوم الجمعة 5 أكتوبر على 3 مساء بدار الثقافة. الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، كونوا في الموعد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغني. أني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير.